من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب فرض طاعه الائمه عليهم الصلاه والسلام الحديث الأخير في هذا الباب من كتاب الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه ما رواه عبد الأعلى عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول السمع والطاعة الطاعة أبواب الخير، السامع المطيع لا حجة عليه، والسامع العاصي لا حجة له، وإمام المسلمين تمت حجته واحتجاجه يوم يلقى الله عز وجل، ثم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يوم ندعو كل اناس بامامهم الانسان يجب عليه بحكم عقله ان يطيع الله سبحانه وتعالى لان الله هو الخالق وهو لصلاح العباد امرهم ونهاهم فمن اقل مراتب شكر المنعم عقلا هو اطاعته والله سبحانه وتعالى عين اولياء له من انبياء وائمه وعصمهم واجرى على لسانهم الحق فامر الناس بطاعتهم وجعل طاعتهم طاعه له سبحانه وتعالى كما قال من يطع الرسول فقد اطاع الله لماذا لان الرسول امر الله سبحانه وتعالى بطاعته ولان الرسول لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وهكذا الائمه من بعد الرسول هذه الاطاعه اطاعه ليست عمياء وانما اطاعه بتعقل انت تعلم بان هذا هو الحق وان الله سبحانه وتعالى امر بطاعته وانه معصوم لا يخطئ فكل ما يقوله من امر او نهي هو الحق الذي ان اتبعته نجوت وان خالفته هلكت هذه الاطاعه اطاعه ذكيه اذا جاز التعبير اطاعه يامر بها العقل قبل الشرع الاطاعه العمياء هو ان يطيع الانسان من لم ينصبه الله سبحانه وتعالى ولم يأمر باتباعه فإذا أطاعه هذه إطاعة أمياء تورده جهنم إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل أو أطاعوا الشيطان وهو بئس القرين الانسان في المرحله الاولى يشخص الحق فيتبع ذلك الحق ويطيعه فاذا علمت بان هذا هو من قبل الله سبحانه وتعالى وان الله امر بطاعته وانه معصوم فكل كلام بعد صحيح لازم تتبعه بل درجه انزل من ذلك احنا الان نشوف العقلاء في امورهم يراجعون الى اهل الخبرة انت تروح الى طبيب وتعتقد بانه طبيب مو واحد مزور لا طبيب حقيقة تعتقد بعلمه اذا شخص مرضا واعطى وصفة حتى اذا انت ما تدري لانه انت مو من اهل التخصص لا تعلم بذلك المرض ولا تعلم بذلك العلاج يمكن تسال الطبيب يجاوبك قد تفهم جوابه وقد لا تفهم لان احيانا الكلام يكون كلام تخصصي فهمه يحتاج الى اهل الخبره زين هنا اذا انت اتبعت هذا الطبيب الذي ثبتت وثاقته وخبرويته زين انت هنا العقلاء يعتبرونك عملت بما يقتضيها العقل وحتى إذا ذلك الخبير أخطأ أنت معذور لأنه أنت اتبعت طريق عقلائي وهكذا في سائر أهل الخبرة هذه ليست إطاعة عمياء إذا تعلم بأنه هذا من أهل الخبرة وهو ثقة إذا اتبعته فيما هو أهل خبرة فيه هذه ليست إطاعة عمياء انما الاطاعه العمياء اذا لم يثبت لك انه اهل خبره او ثبت بانه ليس ثقه اكو في حديث مطول عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يرويها الامام العسكري عليه الصلاه والسلام انه شنو الفرق بين عوام المؤمنين وعوام اليهود عوام اليهود يتبعون احبارهم عوام المؤمنين يتبعون علماءهم يتبعون علماءهم شنو الفرق بينهم؟ الإمام يجاوب يقول عوام اليهود علموا من علمائهم الخيانة الفسق أكل المال بالباطل وأنهم هؤلاء غير مأمونين على الدين مضمون ما قاله الإمام عليه الصلاة والسلام ومع ذلك اتبعوهم هاي طاعة عمياء لذلك عملهم مذموم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ما يصير هذه هذا تقليد أعمى أما علماء المؤمنين أنت تعرف بعلمه بورعه بتقواه بتحرزه عن المعاصي بتحرزه عن أكل الأموال بالباطل فتتبعه. اي هذا اتباع يكون اتباع بحق. لكن إذا واحد حتى إذا عنده علم لكنه لم يتورع من أكل المال بالباطل. لم يكن ثقة في كلامه. لم يكن ملتزما بالشرع فلا، إذا واحد اتبعه يكون حاله كحال عوام اليهود، ماكو فرق في ذلك. زين إذا هو نبي معصوم. اذا هو امام معصوم اتباعه عين العقل عين البصيره ولذلك اهل جهنم كما في سوره الملك ماذا يقولون في جهنم وهم يتحسرون على ما فرطوا في جنب الله يقولون هؤلاء لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ذنبهم شنو انهم لم يكونوا يستمعون من الانبياء ولا ائمه وما كانوا يحكمون عقولهم هذا الذي ادى بهم الى الانحراف عن الصراط المستقيم الصراط المستقيم الذي كان يوصلهم الى الجنه تركوه اتخذوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله واوصلتهم الى نار جهنم، اما بالعكس المؤمن يجب ان يقول سمعت واطعت كما في الايه الشريفه في سوره النساء ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. وفي آية أخرى: "إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: "سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون". فإذا السمع والطاعة أبواب الخير، يعني توصل الإنسان إلى الخير، لأنه أنت شلون تعلم بالخير؟ غير تسمع. الصلاة خير، الصوم خير. كثير من الأمور التي بينت في الشرع أمور بينها الله في القرآن، بينها الرسول، الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذه عن طريق السمع والتعقل ثم الإطاع السامع المطيع لا حجة عليه في يوم القيامة لا يقال له لماذا؟ ما سمعت يقول سمعت. لا يقال له لماذا لم تطع؟ يقال أطعت. زين. لا حجة عليه، لكن السامع العاصي لا حجة له، بالعكس إذا واحد ما سمع هذا لا حجة له. بل الحجة عليه. إذا سمع وخالف فالحجة عليه أعظم. ولا حجة له. لذا في يوم القيامة يتحسرون على ذلك انه لماذا لم يتبعوا الانبياء والائمة عليهم الصلاة والسلام، وانما اتبعوا فلان وفلان. بعد ذلك الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول الأئمة عليهم السلام هل حجتهم تامة؟ الجواب نعم، حجتهم تامة لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحتج على الناس بالحجة البالغة، قل: فلله الحجة البالغة، فلذلك الله سبحانه وتعالى هيأ الظروف لكي تصل حجة الأئمة عليهم الصلاة والسلام للجميع. يعني انت تشوف انه كثير حاولوا في طول التاريخ طمس فضائل اهل البيت. وطمس ما قاله الرسول صلى الله عليه واله فيهم. في البدايه منعوا تدوين الحديث. بمنع تدوين الحديث حاولوا انه كلام الرسول في اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ينسى، هسه الجيل اللي عاصر الرسول موجود بس الجيل الثاني والثالث والرابع الذي لم ير الرسول صلى الله عليه وآله شوية شوية هذه الأمور تنسى هاي محاولة ومنع تدوين الحديث طوّل إلى زمان عمر بن عبد العزيز يعني إلى سنة مئة تقريبا تسعين سنة من بعد الرسول صلى الله عليه وآله ثلاث أجيال منع تدوين الحديث حتى عندما عمر بن عبد العزيز فتح باب تدوين الحديث فتح بشكل جزئي جاب واحد اسمه الزهري قال له شنو بلغك من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسنة فلان وفلان كذا دونها هم ذاك هم كان يراعي السلطة الأموية الحاكمة هذا من جانب من جانب ثاني إرهاب لمن ينقل فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هسه هم منعوا تدوين الحديث وما كتبوا لكن كانوا يتناقلوا باللسان ولذا قسم من الاحاديث وصلت عبر نقلها باللسان ارهاب في نقل فضائل اهل البيت عليهم الصلاه والسلام معاويه كتب الى ولاته انه شوفوا اذا واحد نقل فضيله لابي تراب يعني للامام علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام احذفوا اسمه من الديوان عطاء من بيت المال يلغيه وكثير منهم قتلوا أيضا كثير من الخوف تمسك بالتقية فلم يبين هاي خطوة ثانية خطوة ثالثة التشويش على تلك الفضائل يعني شنو؟ يعني أيضا معاوية كتب شنو فضيلة تنقل لعلي بن أبي طالب ارو مثلها لعثمان بن عفان ولغيره أيضا حتى إذا هاي الفضيلة ما قدروا عن طريق منع تدوين الحديث يمنعون وصولها للأجيال اللاحقة ما قدروا عن طريق الترهيب يوصلوها للأجيال اللاحقة يصير جعل فضائل مثلها لغيرهم لغير علي بن أبي طالب ولا أم عليهم الصلاة والسلام حتى الأجيال اللاحقة تشوف زين إذا الرسول أمر باتباع علي بن أبي طالب أيضا أمر باتباع فلان وفلان وفلان وما كانت تدوين الحديث المجعول الموضوع اتحركت وتوثيق هؤلاء الذين جعلوا ووضعوا هذه الأحاديث هم مش على قدم وساق ومع ذلك حجة الله سبحانه وتعالى بلغت الله سبحانه وتعالى هيأ الظروف بحيث أن هذه الفضائل التي للأئمة عليهم الصلاة والسلام ولأمير المؤمنين وما قاله الرسول صلى الله عليه واله وسلم بالمقدار الذي تتم به الحجة يصل إلينا وإلى الأجيال السابقة وإلى الأجيال اللاحقة بأسناد صحيحة لدى المسلمين بفرقهم المختلفة. الحجة تمت هسه يحاول تضعيف السند يحاول تضعيف الدلاله كذا هذه محاولات موجوده بس الناس عندها عقول والانسان اذا استعمل عقله تمكن يتمكن من الوصول الى الحق لان الله له الحجه البالغه لذلك الامام الصادق عليه الصلاه والسلام هنا يقول: وامام المسلمين تمت حجته، الحجه تامه ليست ناقصه يوم القيامة واحد ما يقدر يعتذر إلى الله سبحانه وتعالى لم تصلني الحجة، زين يقال له هل لا تعلمت هذه كانت موجودة في الكتب. الآن في خصوصا في هذا الزمان وسائل التواصل سهلة جدا، على رغم أنه لحد الآن يحاولون التطميس. تشوف مثلا في خطب كثير منهم عندما ينقل حديث الثقلين الحديث المتواتر اللي هو الرسول صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي هذا ما ينقلوا مع أنه تكرر في الصحاح بألفاظ مختلفة بأسانيد صحيحة متواترة لكن أكو حديث موضوع هم هم يعترفون بأن سنده مرسل كتاب الله وسنتي دائما يكرروا يترك الحديث المتواتر وينقل يعني محاولة التطميس لحد الآن موجودة بس الحجة على الناس تامة أنت تقدر تحقق الكتب موجودة العلماء موجودون على الآن وسائل التواصل موجودة فضائيات موجودة تقدر توصل إلى الحق لماذا لم تحقق هل لا تعلمت الآن مثل غير المسلمين يوم القيامة الحجة تامة عليهم فسأفرض إذا واحد نصراني مثلا أو يهودي أو بوذي كذا في بقعة من بقاع الأرض خارج بلاد المسلمين يعيش هذا يوم القيامة ما يقدر يجي يقول أنه آني لم أعلم بنبوة محمد صلى الله عليه وآله والأدلة لم تصلني الحجة تامة بالنسبة له، الأدلة كانت موجودة وكنت تتمكن من تحصيلها لماذا لم تحصلها وإذا حصلت تلك الأدلة لماذا لم تؤمن به اي اذا كان مستضعف جاهل قاصر هذا بحث اخر هذا يمتحن في الاخره مره اخرى لكن كثير من الناس ليسوا هكذا فامام المسلمين تمت حجته واحتجاجه يوم يلقى الله عز وجل يوم القيامه امام المسلمين حينما يؤتى به يوم ندعو كل اناس بامامهم هذا يذكر حجته لان الله سبحانه وتعالى شكل المحكمه الالهيه في يوم القيامه لكي يتبين عدله للناس فلذلك يوم القيامه يوم طويل لان الانسان يحاسب على كل شيء بمقدار مثقال ذره كل انسان زين أن امام المسلمين ياتي أئمة المسلمين يأتون، الأنبياء يأتون وقومهم الذين عاصروهم هؤلاء أيضا يؤتى بهم هذا إمامكم وحجته قد تمت، هل اتبعتموه؟ إذا اتبعوه أهلا وسهلا تفضلوا إلى الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما لكن إذا لم يتبعوه لماذا لم تتبعوه؟ تصير المحاكمة بحيث أن كل إنسان مجرم من الذين خالفوا الأنبياء والأئمة، ولم يتبعوهم، يقر بأنه يستحق النار. في بعض الأحاديث هذا المعنى موجود، أنه في يوم القيامة أي إنسان الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. يقر هذا الانسان بانه يدخل الجنه بفضل من الله لا باستحقاق. وكل انسان يدخل في النار يقر بانه يدخل في النار عن استحقاق. لان الله سبحانه وتعالى لا يظلم بمقدار فتيل، لا يظلم بمقدار نقير، الله ليس بظلام العبيد. اذا اكو مجال للرحمه الرحمة لم تكن معارضة للحكمة، الله سبحانه وتعالى يرحم لأن رحمته سبقت غضبه. لكن أحيانا بعد ماكو مجال للرحمة لأن الرحمة تصير خلاف الحكمة. فلذلك الله سبحانه وتعالى لا يرحم هؤلاء المشركين أو هؤلاء الكفار لأن في يوم القيامة، لأنهم لا يستحقون الرحمة وليس من الحكمة أن ينالوا تلك الرحمة. وإمام المسلمين تمت حجته واحتجاجه يوم يلقى الله عز وجل يعني في يوم القيامة، لقاء الله هو عام للجميع من مؤمن أو كافر أو منافق، الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: "بالنسبة للمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام" بالنسبة للمنافقين قال في قضية ثعلبة: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، هذا بالنسبة إلى المنافقين، وكذلك بالنسبة إلى الكفار. المراد بلقاء الله اما لقاء جزاء الله او لقاء حساب الله او بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يكلم الخلق مباشره، لان في الدنيا الله سبحانه وتعالى لم يكلم احدا الا بعض الانبياء كموسى عليه الصلاه والسلام عندما الله سبحانه وتعالى كلمه في مواقف متعدده وكذلك محمد صلى الله عليه واله رسول الله كلمه الله في المعراج لا في الارض وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او او من وراء حجاب او يرسل رسولا هذه طرق الوحي لكن في الاخره في بعض مواقف الاخره الله سبحانه وتعالى يكلم الجميع، يعني يخلق الصوت لان كلام الله هو بخلق الصوت. يخلق الصوت بحيث انه يسمعه الجميع، طبعا في بعض المواقف الله سبحانه وتعالى يحجب الكفار، وفي بعض المواقف يسمعهم كلامه، في بعض المواقف يخليهم يتكلمون في بعض المواقف يمنع عنهم الكلام لان مواقف القيامه مواقف كثيره وحالات مختلفه. هناك الله سبحانه وتعالى مباشره احيانا احيانا عبر الوسائط من الانبياء او الملائكه يحاسب الناس فهذا هو لقاء الله سبحانه وتعالى. زين يوم القيامه حينما امام المسلمين يلقى الله سبحانه وتعالى والناس يلقون الله سبحانه وتعالى حجة إمام المسلمين تامة كما قال الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم في مرحلتين يعني حسب الرواية المرحلة الأولى إمام كل زمان الله سبحانه وتعالى يحضره ويحضر الناس الذين كانوا في زمانه، يعني مثلا موسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام، موسى هو رسول ونبي وامام ايضا. الله سبحانه وتعالى يحضره، ويحضر بني اسرائيل الذين كانوا في زمانه، ويحضر فرعون وقوم فرعون الذين كانوا في زمان موسى. هذا امام زمانكم، كان يجب عليكم ان تتبعوه. وحجته تمت عليكم، رأيتم المعاجز وسمعتم إلى كلامه، واستمعتم إلى كلامه. هل اتبعتموه؟ واحد واحد، أي واحد اتبع تفضل إلى الجنة. أي واحد ما اتبع تجي المرحلة الثانية. أنت لم تتبع موسى، اتبعت من؟ اتبعت فرعون. خلاص، فرعون يجيبوه. يقال لهم اهتموا به إلى النار. كما قال سبحانه وتعالى: يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار. زين. في زمان الرسول محمد صلى الله عليه واله ايضا هو امام ذلك الزمان. يحضر الناس الذين كانوا يعيشون في ذلك الزمان. هذا محمد هو رسول الله وهو امامكم، هل اتبعتموه؟ اذا اتبعوا الى الجنه اذا ما اتبعوا اتبعت من اتبعت ابو جهل فابو جهل ايضا يكون امامهم الى النار اتبعت مسيلمه الكذاب امامهم الى النار وهكذا كذلك في زمان كل واحد واحد من الائمه يعني الناس الذين كانوا في زمان امير المؤمنين، الناس الذين كانوا في زمان الامام الحسين، الناس الذين كانوا في زمان الامام الهادي، الناس الذين هم في هذا الزمان. امام هذا الزمان هو الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ابن الحسن العسكري عليه السلام. هل اتبعتموه؟ ياخذكم الى الجنه. خالفتموه، من كان امامكم؟ فلان اتبعوه الى النار يوم ندعو كل اناس بامامهم هذا خلاصه هذا الحديث وهو اخر احاديث باب فرض طاعه الائمه حاصل احاديث هذا الباب استدلال الائمه عليهم الصلاه والسلام بايات وبكلام الرسول صلى الله عليه واله وبالادله العقليه على وجوب اتباع الائمه، تتبعون الرسول صلى الله عليه واله ومن بعد الرسول تتبعون الائمه واحدا واحدا، ان اتبعتموهم واطعتموهم فالى الجنه، وان خالفتموهم واتخذتم غيرهم اماما وائمه وخذلتموهم فمع امامكم الى النار نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم للاعتمار باوامره في طاعه الرسول وطاعه الائمه وفي سائر اوامره وفي الانتهاء بنواهيه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين